حنا هاد الوقفه ديالنا ديال اليوم وقفه فيها تنسيق ما بين خمسه المركزيات الاكثر تمثيليه على الصعيد الوطني، فيها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الفيدراليه الديمقراطيه للشغل، الاتحاد الوطني للشغل. هادو دايرين تنسيق على قبل هاد الزيادات المهوله في الغازوال اللي غير مبرره وما عندها حتى منطق. حنا تنعرفوا الغازوال اشنو داير في السوق الدوليه، ورغم ذلك هما تجاوزوا ما داير في السوق الدوليه وداروا لنا واحد الثمن اللي ماشي في الاستطاعه ديال المهني. للمهني ولا كيحس بيه بدا رزق وليداته اللي كان غيدير وليداته تيزيدوا في الطوموبيل. وهاد التنسيق اللي كاين كاين ماشي على غير هاد المساله هادي، كاين على المساله ديال القانون المنظم للمهنه. وهاد التحالف ديال هاد المركزيات راه غرضه توصيل المهنه الى ما يبتغيه المهنيين. وهاد الوقفه راه ماشي مجرد وقفه، هذا وقفه انذاريه. الا كانت استجابه وتفهمت الميساج وصل عند الناس المسؤولين كان بها ونعم، ولكن الا ما وصلش الميساج كاين برنامج نضالي تصعيدي حتى نجيبوا الحق ديالنا. ونزيد واحد القضيه، حنا تعطانا الفوفير باننا نزيدوا في التسعيره، تعطى الاخوان ديالنا في الجهه الشرقيه ورفضوا، كانوا مواطنين وصلاء وحنا ما غيكونوش هما احسن منا. حنا رافضين مبدئيا ما نزيدوش في التسعيره، وحنا رافضين رفضا باتا. حنا كنطالبوا بغازوال مهني الوعد ديال 2013 اللي دار بلاغ من وزاره الداخليه في الاذاعه الوطنيه، دار بلاغ على اساس الغازوال المهني. الى يومنا هذا من 2013 لدابا راه كنت شفت معايا الاستمارات اللي كيعطونا تنعمروا اكبر حجه، والبلاغ اللي دار في الاذاعه اكبر حجه. هاد الحكومه في الاستمراريه ديالها كاين تنصل من الالتزامات ديالها. كما كيعرف الجميع الوقفه الاحتجاجيه ديال اليوم كتضمن نقطه واحده اللي هي الغازوال. الغازوال اللي معروف في المغرب كله اللي متضرر منه سواء المهني او غير المهني، ولكن المهني عنده الصفه القانونيه انه يخرج للشارع ويحتج. هذه بدايه ديال الاحتجاجات، لان منذ تعيين ديال الحكومه باقي ما لقيناش مع من دويو. خصنا حكومه تكون عندها واحد الجرأه انها تكلف بهذا المجتمع المدني وبالخصوص المهنيين. باقي ما وجدناش حكومه اللي غتقد تريح مع المهنيين ومع المجتمع المدني وتحل المشاكل. حنا مغاربه ملزوم على هذه الحكومه تعطينا حقنا، ولا ما تعطيناش حقنا غناخذوه سوا اليوم سوا غدا، لان هذه حكومه كنقولها انا تحمل فيها المسؤوليه، حكومه فاشله وخصها تكون عندها جرأه. ما تجيبش لي انا القوه العموميه، وزاره الداخليه في 2011 السيد وزير الداخليه كيصدر بلاغ، انا اناشده من هنا، السيد وزير الداخليه كيف 2011 كيخرج بلاغ، 2013 بلاغ كيقول بان هذا القطاع ديال سياره الاجره خاصو الدعم الغازوال ديالو، وعطى فيه اشاره لوزاره الماليه باش تخصص لنا المبلغ ديالنا. فين مشاو فلوسنا؟ وتعطاتنا استماره من 2013 وحنا كنعمروا مع كامل الاسف، كاين اللي عنده 200 استماره. هذا العبث.